اش كتقول باك غشاش كنت حشم. دائما مع الاسبوع اللي خصصناه الموضوع ديال المطالعه وديال القراءه، شفنا في الحلقه الفايته قصص بالنسبه للدراري الصغار باش يولفوا القرايه ويحبوا القرايه، غادي نشوفوا لعاب اللي حتى هي غتساعدهم باش يحبوا القرايه. بغينا نغيروا واحد الجمله كنعرفوها من الصغر ديالنا، بركه ما تلعب سير تقرا، حنا بغينا نقولوا سير تلعب باش تقرا. الوليد او البنيه من الصباح حتى العشيه هما في المدرسه كيقراو، من بعد خصهم يدخلوا ياكلوا دغيا ويجلسوا يخرجوا الفروض والتمارين. اذا امتى غيلعبوا هاد الدراري؟ واكثريه ولا سمعنا الاختصاصيين والخبراء في العالم ديال الطيف كيقول لك ضروري الدري او البنيه يلعب. ايوا شنو المعمول هنا؟ غنرجعوا يلعب ويقرا ويلعب ويتعلم. اذا غنتكلموا على لعاب تربويه. نبداو باللعاب اللي هما بالحروف، وهكذا غيتعلم القراءه وهو كيلعب. ركب ليا اسم مدينه ساحليه، ها هو كيلعب ها هو كيقرا. مثلا الوليد ديالي ناقص في الحساب، نشري لعبه تربويه اللي هي مركزه على الحساب فيها ارقام، وهكذا نديروا لعب هو كيلعب وكيحسب. جوج ديال الشروط واجب عليا نحترمها قبل ما نشري ومن بعد ما نشري. قبل ما نشري نشوف اللعبه والعمر اللي غتوالم ولدي، الا لقاها صعيبه عليه هنا غينفر من القرايه ومن اللعب. الشرط الثاني من بعد البيع هو ان نجيب اللعبه للدار ديالي، ناخذ الكتيب اللي فيها والقانون ديالها ونقرا، وهكذا ولدي غادي يقلدني، لان كل مره غادي يشري شي حاجه غادي يقرا القانون بعدا. علاش؟ باش يمكن لي نشرح للوليد او للبنيه بطريقه سهله ومفهومه قانون اللعبه. وحاجه اخرى، ماشي نبداو لاعبين وهكذا غنطيحوا في واحد الموقف وانا شرحت حاجه اخرى غنبدا نتناقض مع نفسي والوليد غيحسابو كنغش وشي حاجه ما درناها. اذا لازم الوليدات يلعبوا ومزيان يلعبوا بلعب تربويه، وهكذا غنستهلكوا بلا ما نتهلكوا.